هذا الواقع حقيقة الآن، يعني مثل ما ذكرت يعني يكاد لا يعرف التاريخ الهجري، ويعرف غيره ما يسمى بالتاريخ الميلادي أو التاريخ الجريجوري. نعم شيخي، هنا الآن سؤال ورد فيما يتعلق بهذا الموضوع، هل يسلم بكون هذا التاريخ ميلاديا حقا مرتبطا بميلاد المسيح عليه السلام؟ ولا يوجد دليل جازم على أن مثلا عيسى عليه السلام ولد كما يقولون في 25 من شهر ديسمبر، نعم، بل إشارة القرآن تدل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى قال: أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم، فالرطب لا يكون في الشتاء، في الشتاء أو في شهر ديسمبر، نعم، فيكون في وقت الحر. نعم، فهذه يعني نقطة مهمة. كون السنوات الميلادية يعني السنوات يعني هي قريبة من ولادة عيسى، أو فهذا صحيح، لأن مثلا تاريخ الميلادي له علاقة بعيسى عليه السلام من حيث الأصل. نعم، ولذلك مثلا لما يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثلا سنة كذا للميلاد، فكان بينه وبين عيسى كذا وكذا. نعم، لكن الجزم أو التحديد أو التفصيل لا يمكن، سواء كان في اليوم أو حتى في الأشهر أو حتى في دقة السنوات، لكن من حيث الجملة له ارتباط، يعني ظهوره له ارتباط وهو متساوق ومتوافق مع الفترة التي وجد فيها عيسى عليه السلام.